تصدرت الفنانة المصرية وفاء مكي ترند جوجل بعدما حلت ضيفها الإعلامية بوسينة توكل والفنان إدوارد الخميس 11 مارس 2021 في برنامج القاهرة اليوم المذاع عبر فضائية أوربت في أول ظهور إعلامي بعد فترة كبيرة من الاختفاء، وصارت التساؤلات حول العمر الحقيقي لها وقصة ارتدائها الحجاب بعد تداول بعض صفحات السوشيال ميديا صورة لها وهي بالحجاب، واعتقد البعض أنها ارتدته، ولكن بعد ظهورها مؤخرا نفت هذه الشائعة وفقا لموقع صدى البلد. ودي الصورة اللي أثارت الجدل وقالوا ناس إن هو حجاب ليها وإنها ارتدت الحجاب، ولكن هي نفت الكلام ده هوت، وظهرت في 11 مارس 2021 باللوك ده هوت، وباين إن هي ملبستش الحجاب. ده يعتبر أحد الظهور ليها بعد اختفاء طويل. إيه رأيكم، اتغيرت ولا شكلها زي ما هي؟ وهنا برضو كان أحد الظهور ليها في جنازة عزت العلايلي الله يرحمه، طبعا كان توفي مؤخرا، وده يعتبر أحدث ظهور ليها برضو. وأكدت خلال اللقاء وفاء مكي أنها اعتذرت عن المشاركة في الأعمال الفنية بسبب إصابة فيروس تعرض لها ابنها، حيث اضطرت للإقامة معه، كان عنده عمره حوالي 4 سنين، قعدت معاه في المستشفى 4 أسابيع متصلة، مما جعلها تعتذر عن تقديم بعض الأعمال الفنية التي عرضت عليها. ووجهت الإعلامية بوسينة توكل سؤالا لوفاء مكي قائلة: مش عايزاكي تتضايقي من سؤالي، بس انتي بتقولي كده بجد لأن انتي مش عايزة تشتغلي، ولا أخدتي ابنك حجة بعد الأزمة؟ بعد ما خرجت يعني من السجن. لترد عليها وفاء مكي: أنا ما عنديش أزمة الحمد لله، ولكل جواد كبوة، ودي مش أزمة اللي هي واو مش هنتكلم ونقول حاجة حصلت وأزمات، والحمد لله إني كويسة وواقفة. وعن مرحلة سجنها قالت: لا أشعر بأنني مريت بأزمة من الأصل، ولكل جواد كبوة، ومش الأزمة اللي هي الصعبة، أنا بسميها حاجات فاني مضحكة يعني، ولو حطوا الأزمة ديت في كفة وحطوا صحتي في كفة أنا أقول صحتي الحمد لله. الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي يبقى كده أحسن. يذكر أن الفنانة وفاء مكي سجنت في ديسمبر 2001 بعدما قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمعاقبتها بالسجن 10 أعوام. وهنا دي صورة نادرة ليها مع صلاح أبيل في مسلسل ذئاب الجبل، مسلسل طبعا كسر الدنيا، كانت الناس بتستنى تشاهده وتتابعه، وهنشوف أسرار تانية عنها ومنها سنها. وفاء مكي من مواليد 1966، يعني حاليا تقريبا 54 سنة، وفي مواقع تانية ذكرت إن هي من مواليد 1963، يعني تبقى عمرها حاليا حوالي 57 سنة. هي ممثلة مصرية ولدت في قرية أبنهس بمحافظة المنوفية، وكانت بدايتها في التمثيل بأوائل ثمانينات القرن العشرين. ادي وفاء مكي اللي احنا عارفينها، وهنا كان لوك بتاعها وهي في السجن.
دي وفاء مكي. وفي شهر يوليو 2015 تعرضت الفنانة المصرية وفاء مكي لوعكة صحية بعد أن أصيبت بضيق في التنفس ودخلت أحد المستشفيات الخاصة. وفاء تحسنت بشكل ملحوظ وقالت أن الفنان سامح السريتي قام بالسؤال عنها في المستشفى. الفنانة المصرية أكدت أنها أجرت الفحوصات الطبية على حسابها الخاص ووجهت الشكر للفنان سامح السريتي ومن أعمالها أيام شحلول واللي اختشوا ماتوا. أيضا عواصف النساء وإحنا نروح الاسم والطوفار فايف ستار وأسعد زوج في العالم وسكة سعد طبعا وغيرهم أعمال كتيرة قامت بعدها طبعا ممثلة معروفة وخصوصا قبل دخولها السجن كانت في قمة شهرتها. وأيضا كان في لقاء ليها مع قناة العاصمة كان في 2016 وكانت بتقول إن هي ممكن ترجع تاني ببعض الأعمال الفنية ولكن ما حصلش حتى دلوقتي. تفتكروا ممكن ترجع تاني للأعمال الفنية؟ وقد ظهرت وفاء مكي على قناة العاصمة مع دكتور حساسين في نوفمبر 2016 وأكدت أنها سوف تعود للأضواء بأعمال فنية جديدة. على العموم شاركونا في التعليقات إيه رأيكم، ممكن ترجع ولا لأ؟ لو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.